اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام ضمن حلقه من حلقات ضيف انفاس بريس. معنا اليوم السيده عزيزه يحضيه عمر من بين الصحراويات الوحدويات، معروفه كاعلاميه وشاعره ومبدعه. معنا اليوم سوف نناقش موضوع ذي اهميه كبيره، وهو موضوع تاسيس احدى المواطنات بالعيون امينه حيدر. اسست جمعيه تدعى يعني جمعيه لمناهضة ما يسمى بالاحتلال المغربي بين قوسين. معنا اليوم السيدة عزيزة، مرحبا وأهلا وسهلا. شكرا على إتاحة لي هذه الفرصة. أولا لأننا نحس بغبن اتجاه وسائل الإعلام سواء كان القطب العمومي أو الصحافة الوطنية بالاهتمام بالآخر دون الاهتمام بنحن. وفي هذا من هذا الباب ممكن أنني نتكلم فقط عن ما أثير إعلاميا والضجة الإعلامية سواء وطنيا أو دوليا. يعني هذا هو السؤال سيدة عزيزة، يعني كيف تلقيتم أنتم كوحدويون خبر تأسيس هذه الجمعية المناهضة للوحدة الترابية بالمغرب؟ هو تعرف حد وين يعود فيصد يقولوا العرب، خاصة أنه تؤسس أشياء اللي ضد الشيء والأساس أصلا. معنى هذا أنهم فشلوا في مرحلة ما للانتقال لمرحلة ما، أولا بالمرحلة الأولى لأنهم كنا، وهذه ربما أكون معها بعض الشيء لما تكون حقوقي ومناضل وتناضل من أجل حقوق فئة معينة، هذه حقوق الإنسان كونية والمملكة تسمح بالاشتغال والدفاع عن كل مكونات المجتمع المغربي سواء كانوا مع أو ضد في أي مجالات، وخاصة في المجال السياسي والحقوقي. لكن الانتقال لما هو سياسي ومن داخل الأراضي الأقاليم الجنوبية، هذا هو اللي وضع عدة علامات استفهام. أولا كون الترخيص لها هذا يوضع علامة استفهام ثانية، رغم أنني عارفين ومتأكدين على أن البعد للدولة العميقة له كذلك ربما رؤية أخرى، خاصة أنهم بعد ما فشلت الأطروحة الجزائرية بالمرة سواء دوليا أو إقليميا أو قاريا، وهذا ما نعتبره بأن كانت استباقية جدا ونقفلها باحترام وتقدير الدبلوماسية الملكية، إلا أننا أي كل لأي مولود مولود وله رؤية مغايرة لشعار المملكة هذا يجب أن نقف وقفة مرأة واحدة. أنا ناشد ونقول رسالتي خاصة للمواطنات الوحدويات في الجهات الثلاثة للصحراء، لا أستثني جهة عن جهة، لأننا كاملة ننتمي لنفس المنطقة، خاصة لنقول على أنه إذا كانت الرؤية غير فأنا مثلا يقولوا على أنني ما من حق ندافع عن ملف الصحراء كوني من هذا هو السؤال سيدي عزيز، يعني من يمثل الصحراويين؟ كيف يمكن أن هالجمعية هذه تتحدث باسم الصحراويين؟ منت تسمح لي لها الشرف أنني انطقت اسمها، هي من مواليد منطقة أقا من إقليم طاطا، بمعنى أنها خارج حتى محيط بما يسمى بتراب البيضان أو بالصحراويين الذين ينتمون للصحراء الغربية المغربية، لأن هناك الصحراء الشرقية المغربية، وهذا موضوع ثاني يجب أن تعطى لنا الفرصة للتحدث عنه، لأن ربما وسيلة الهجوم للدفاع يعود هجوم أحسن وسيلة للدفاع الهجوم، وهذه نزال عنا من الأشياء اللي مسكوت عنها واللي إحنا كصحراويين محدويين نطالب كذلك باسترجاع الأراضي الشرقية أو بما نسميه داخليا بالصحراء الشرقية. كيف نسمو الصحراء الشرقية المغربية نسمو الصحراء الغربية المغربية. الشيء اللي على أساس أنني كذلك أنا أنتمي لمنطقة طنطان، لعل قاعين قال لي على أنني كذلك أنا من خارج الأراضي المتنازع عليها، هي جبهة البوليساريو كاملة من خارج الأراضي المتنازع عليها،
أنا من طنطان اللي 99% من مؤسسي هذا الكيان الوهمي ينتمون لنفس المدينة، معناتها أن كنا في من 58 نحملوا اسم إقليم الطرفاية، واللي كانت فعلا تابعة له حتى طاطا، كان هذا المحيط أو هذا الامتداد الجغرافي كامل تابع لإقليم الطرفاية. فاللي ما هم مواليد إقليم الطرفاية هم مواليد التراب الموريتاني، بمعنى أن لا هي ولا أنا إذا أراد من يقول، ولا حتى جبهة البوليساريو لها الحق للدفاع عن ما يسمى بتقرير المصير. يعني من يمثل الصحراويين الآن؟ يمثلهم من يمثل الصحراويين، يمثلهم الصحراويين الوحدويين اللي مآمنين من خلال الآلية الانتخابات التي تجرى على الأرض. هو شوف، إحنا ربما أنا بالنسبة لي قضية الصحراء من 1975 نطوى الملف من المسيرة الخضراء من عودة الأراضي للوطن الأم، ما غير ذلك يحركه أو تحركها أو يحركه تدخلات أجنبية، بهذا على أننا إحنا ماشيين في انتخابات كاملة وكلمة لا نقولها بين قوسين، رغم اختلافي الكبير مع الحاج حمدي ولد الرشيد، إلا أنني أحترمه وأقف له وقفة خاصة، نظرا لأنه أولا ما نتكلم عن وحدويته، لكن نتكلم عن رجل ميدان، رجل اللي يعرف يتكلم في الوقت المناسب، ورجل مغربي لحد النخاع، وهذه المغربية اللي احنا نحتاجها أولا لا في المدافعين وعن الملف، ولا كذلك في المتعاطي أو المتكلمين عنه. أنا واحدة من المجتمع المدني، من رابطة كاتبات المغرب، أدافع بكل ما أملك وما يسمى بالدبلوماسية الموازية. احنا اشتغلنا أو اشتغلنا على الدبلوماسية الثقافية الموازية، إلا أنه للأسف أسجل عدم اهتمام بأي مبادرة من الصحراوية الوحدوية، لا من وزارة الداخلية ولا من وزارة الخارجية ولا من المعنيين بالملف، وهم يعرفوا رؤوسهم بدون تسميتهم. في لا تخطينا والله الدبلوماسية الملكية اللي أعطت وتعطي واللي احنا نحظ نتائجها اليومية، سواء عن بعد أو عن قرب، سواء كانت في القارات الخمس أو في القارة الإفريقية ولا كذلك داخل المملكة. الشيء اللي موازاة مع ميلاد هذه الصفة الجديدة، هناك كذلك صحراوي من أجل السلام. هذا هو السؤال، يعني إلى أي حد الآن كتعتبر على أنه هذه المبادرة ديال الصحراوي من أجل السلام، شنو هو الأفق ديالها، كيف جات السياق، خصوصا أنها تضم صحراويين من الضفتين؟ هو هذه أعتقد أنه إذا كانت تأطير حقيقي يدافع عن جمع الشمل داخل المكون الأساسي واللي احنا مأمنين به واللي طرحته المملكة في الأمم المتحدة اللي هو الحكم الذاتي، فمعناها أننا سننخرط جماعة، سواء كنا صحراوي المناطق المتنازع عليها أو صحراوي منطقة وادنون ولا صحراوي موريتانيا وتندوف، بحيث يجي كذلك الانتباه على أن في تندوف صحراويين ليسوا أبناء المنطقة ولا ينتمون للأقاليم الجهات الثلاثة، ولكن ينتمون لمنطقة تندوف اللي هي أصلا مغربية، بمعنى هذا الخليط كامل وهذا المكون كامل إذا انضوى تحت صحراوي من أجل السلام، أعتقد أننا سنكون قوة فاعلة توجه رسائل حقيقية تثبت القيمة التاريخية للبيعة للعرش العلوي المجيد، وكذلك تثبت الانتماء الجغرافي للجهات الثلاثة للصحراء ولأراضينا الشرقية. الشيء اللي ربما أثار انتباهي واللي هو الغياب الجانب الصحراوي الوحدوي، هذا هو السؤال، يعني لماذا هذا الغياب، هل هو أصلا هل هو غياب أم تغييب للصوت الوحدوي؟
شوف، هو التغييب انا ضد فكرة التغييب، لان ما اولا عندك وسائل التواصل كاملة، من معدلك رقيب عليها؟ كيف على انه ما يطلع صوت واصوات صحراويين وحدويون يقولوا الحقيقة في مواجهة الاخر خارج الوفود الرسمية وخارج الانتماءات السياسية وخارج حتى الانتماء المجتمع المدني كأشخاص؟ هناك أسماء كبيرة في الصحراء لها وزنها واللي تجد أنها تقول كلمة حق. ربما عدم الاهتمام أحيانا، ربما هناك من يقف ضد أو يحطم هذا الرغبة وهذه الإرادة لدى هذه المجموعة، واللي هي الأغلبية. يجب أن يعلم العالم بأن الصحراوي الوحدويون هم أغلبية الصحراويين، وهم اللي من حق الأغلبية أن تكون ممثلة، ومن حق الأغلبية أن تدافع عن الملف، ومن حقنا جماعات وأفراد أننا ندافع عن الملف. تصور على أنك تشتغل على من بيتك قاعدة على طابلتين وتقبض وسائل التواصل كامل الاجتماعي وتزرك كلمة أو يزرك كلمة أو كذا، ما ننتظروا ما ننتظروا على أنه نكونوا مدعومين رسميا من طرف الدولة أو أن نكونوا مسيسين وكذا. إحنا بوجه، شوف يقولوا أهل الصحراء عن اللي يرقص ما يخزن وجهه، والله نقولوا على اللي بالدارجة اللي يشطح ما يخبي وجهه. وهذه قضية مصير، قضية أمة. إحنا يكفينا فخرا على أننا مغاربة. أنا تحضرني في كلمة قلت للراحل الملكي الكبير الحسن الثاني الله يولي برحمة الله، قلت مولاي لو لم أكن مغربية لسعيت لها، هذا شرف بالنسبة لي. ليش نتخزنه؟ من خايفين؟ من نحتاج الدعم الوطني بالمقابل؟ هذا سؤال نطرحه لجميع الصحراويين، سواء كانوا في الجهات الثلاثة للصحراء أو في موريتانيا أو في الجنوب الجزائري. شنو اللي يقف بينك وبين ضميرك أمام الله سبحانه وتعالى؟ الانتماء للوطن شرف، وخاصة على أننا نمشي الأبعد من ذا، على أن كل الصحراويين والأشقاء الموريتانيين يؤمنون بآل البيت. إذا البيعة لمحمد السادس ثابتة بالنسبة لأهل الصحراء، ثابتة لأنه أصلا جلالته من آل البيت. وإذا مشينا لكل الجواني سواء تاريخي، إحنا 13 قرن والله يا 14 قرن إحنا ملكيين، تعتبر المملكة المغربية ثاني مملكة في العالم بعد المملكة البريطانية. واحدين جاءوا قاع على 60 والله يا ما نعرف كم. كذلك وجه من خلال هذه الفرصة اللي أعطيتوني إلى الشعب الجزائري، ما نراه من تضليل للقضية الصحراء وصمة عار في جبين السياسيين والقادة الجزائريين. تاريخ لا يرحم ابدا، وحتى الاخوه في موريتانيا، وكذلك للحكومه الجديده في موريتانيا تحت قياده الرئيس أودر غزواني، ويل الغلط غير مسموح اطلاقا. انتم عارفين الاخبار وعارفين التاريخ وعارفين الجغرافيا، وجاء الوقت انكم تسمعوا للضمير الحر داخل الأقاليم الجنوبية. طيب سيدة عزيزة يحضي عمر الشقراوي، فعلى هذا صوت الأمل والصوت الحر من داخل الصحراء والصوت الوحدوي نكون قد أنهينا هذه الحلقة من برنامج ضيف أنفاس بريز. شكرا مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء.